وللمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة من بيروت ياسر هلال، خبير أسواق النفط. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر. وفي البداية، ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر برنت وبالشكل الذي يكسر حاجز $90 للبرميل؟ أرجو مساء الخير، تنعاد على عليكم وعلى مشاهدي قناة القاهرة. شكرا جزيلا. طبعا مثل معروف أن هناك عوامل متشابكة بتؤدي لارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. حتى نختصرها بسرعة، هي بالدرجة الأولى الطلب بهالمرحلة، العرض، والعوامل الفنية إذا صح التعبير، والعامل المستجد أو الدائم اللي هو العامل الجيوسياسي أو التوترات العسكرية والأمنية. أنا برأيي أنه أهم عامل طرأ على اتجاه أسعار النفط بغض النظر عن التوترات السياسية والعسكرية هو اتجاه عام صعودي لأسعار النفط نتيجة تحسن الطلب ونتيجة محدودية العرض. وإذا تسمحي لي فصل شوي صغير بمسألة الطلب، لأنه بالأسابيع والأشهر القليلة الماضية يعني شهدنا ارتفاع بالطلب بحدود 3 ملايين برميل يوميا، وتقديرات الطلب تتراوح بين تقديرات زيادة بالطلب سوري تتراوح بين 2.2 حسب أوبك و 1.2 حسب وكالة الطاقة الدولية. خلينا نروح للمعدل الوسط اللي أرامكو وإدارة الطاقة الأمريكية اعتمدوا له بحدود 1.5 مليون برميل، هيدي الزيادة بالطلب. نعم. طيب السؤال هون، هذه الزيادة من وين بتتغطى؟ بظل محدودية العرض، بمعنى أنه ليس هناك طاقات إنتاجية جاهزة للضخ إلا بدول معروفة ومحدودة، هي السعودية، الإمارات إلى حد ما، وطبعا النفط الروسي اللي على علامات استفهام نتيجة العقوبات المفروضة عليه. إذن هناك اختلال لصالح الطلب، ذلك يؤدي بشكل مؤكد إلى اتجاه صعودي بأسعار النفط، وخاصة العامل اللي طرأ اللي هو تشديد العقوبات أو تنفيذ العقوبات الأمريكية على النفط الروسي وعلى النفط الإيراني اللي سحب كميات تقدر بواحد ونص من 2 مليون برميل من السوق، ما حدا يعني بيع عنده أرقام دقيقة. نوصل لمسألة أساسية اللي هي الأسعار، اللي ارتفاع الأسعار بالمرحلة السابقة يعني اللي وصلت ل90 وقد تتجه إلى المزيد من الصعود، خاصة بظل العوامل الفنية اللي لها علاقة بالعقود الآجلة. يعني في ناس عم ببلشوا يتداولوا على 100. نعم. بنك اوف امريكا يعني حط قاع السعر بحدود $112. اذا هذه المعطيات لها علاقه بالسوق، بمعطيات العرض والطلب، خاصه انه حتى دوله مثل امريكا يعني اللي هي اكبر دوله صارت منتجه بتضخ باقصى طاقتها، يعني ما عندها قدره على اي زياده. نعم. سوري تفضلي. لا طبعا نتابع معك هذه العوامل التي تؤدي إلى أسعار النفط، لكن إذا تحدثنا أيضا عن مؤسسة أو دول أوبك بلس، هي أبقت على تخفيضات الإنتاج في اجتماعها الأخير، تظل القيود على 2 مليوني برميل يوميا، وهذا حتى نهاية الربع الثاني من 2024. إلى أي مدى كان هذا عاملا أو ربما أثر في اتجاهات الأسعار؟
تفضلت، هذا عامل اساسي. يعني اوبك او اوبك بلس حاليا رجعت استعادت زمام المبادره، خلينا نقول بالتحكم بالسوق وبالاسعار، اللي هي كان هدفها من البدايه، هي خلق نوع من التوازن بالامدادات وبالاسعار. نتيجه القرار اللي اخذته بتمديد التخفيض هذا اكد اللي عم نحكيه، انه هناك محدوديه بالعرض. وخلينا نضيف مسألة أساسية، هي اتجاه الدول الأعضاء للالتزام بحصص الإنتاج. يعني هون ملفت كانت العراق أعلن أنه سيلتزم بالحصص اللي مقررة له. عامل أساسي هو القرار اللي أخدينه أوبك بالحفاظ على التخفيض الإلزامي والطوعي إلى نهاية العام. أيضا نتحدث عن الهجمات الأوكرانية المستمرة على مصافي التكرير الروسية، عطلت ما يقرب من 15% من الطاقة الإنتاجية لروسيا. ما هي الرؤية بخصوص استمرار هذا الوضع، وهل يعني كان هذا من العوامل التي ساهمت في قفزة الأسعار، ولو أننا بشكل يعني رسمي ربما لا نحتسب النفط الروسي، لأنه المفترض أنه روسيا تقع تحت عقوبات؟ نعم، 100% الملاحظة اللي عم تبديها حضرتك. يعني الروس بعد ما شددت العقوبات على تصدير النفط الخام، وحتى المصافي الهندية والصينية يعني تريست جدا باستيراد النفط الروسي حتى ما يقع تحت العقوبات، اتجهت إلى تصدير المنتجات المكررة. نعم، وهذا اللي بيفسر يعني الهجمات الأوكرانية على المصافي، بمعنى آخر أنه تضييق أو تشديد الخناق على النفط الروسي، سواء خام كان أو كان منتجات مكررة. وهون يعني لازم نشير لمسألة، هي يعني جزء من ارتفاع الطلب، حتى كمان نكون حذرين بتوقعات برسم التوقعات. بدنا نفرق بين ارتفاع الطلب للاستهلاك اللي هو نتيجة عادة بيكون النمو الاقتصادي، وهذا بيمتاز بأنه بيكون طويل الأمد ومستدام، وبين ارتفاع الطلب للتخزين. يعني الصين مثلا وصل المخزون تبعها نزل لحدود 90 مليون، وتتجه إلى استيراد النفط لإعادة بناء المخزونات. وهذا الطلب عادة بيكون مؤقت ومرتبط بالأسعار، يعني بيزيدوا المخزونات على سعر منخفض. ولذلك يعني لازم ناخذ جانب الحذر بإطلاق توقعات وأحكام إنه أسعار النفط تتجه إلى المزيد. في ناس يعني محللين حطوا سعر المية والمية وعشرين دولار، بيصير احتمال وارد، ولكن يحتاج الأمر إلى حذر، لأنه العوامل جدا متشابكة اللي بتأثر على أسعار النفط.